بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طالبات العزات، نرحب بكم في هذه المحاضرة، ونحب نؤكد لكم بأن هذه المحاضرات لها علاقة بالغذاء والتغذية والطاقة والصحة العامة. الغذاء والتغذية والطاقة تعتبر جزء مهم جدا في الصحة العامة. بالنسبة لي هذا الفصل مهم جدا لأن محتواه مهم. يعني بعد هذا الفصل هنشوف معلومات يحتاجها كل شخص فينا. إيش معنى تغذية؟ إيش معنى غذاء؟ إيش السعرات الحرارية؟ الناس بتهتم في موضوع الرجيم، أكم سعرة حرارية أخذت، أكم كذا. طبعا هذه مهم جدا لتثقيف لأي شخص بيهتم في الموضوع. وطبعا يعني التغذية السليمة أكيد كنا عارفين إنه جزء مهم من في الإنسان. لما نقول إحنا مثلا نقول العقل السليم في الجسم السليم، ولكي يكون جسم سليم لازم أن يتغذى بشكل صحيح وبشكل سليم. إذا نحن جميعنا نحتاج إلى الغذاء، لأن الغذاء هو الطاقة والوقود الذي يعني بنعمل فيه كل نشاطاتنا. فطبعا ايش معنى المواد الغذائيه؟ اول حاجه المواد الغذائيه يجب ان تكون كميات متكامله ومتنوعه وملائمه. ايش يعني؟ يعني ان تكون فيها كل انواع الغذاء اللي بتعرفوا الكربوهيدرات، وهنتكلم عنه الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات، كنا هنتكلم عنه بالتفصيل. طبعا هذا طبيعة الغذاء بهالشكل هذه ممكن يقينا من أمراض عديدة كثير. هنشوف هنا هنتطرق إلى كثير من الأمراض التي تعتمد على الغذاء، زي أمراض القلب، أمراض السكر، نزيف المخ، مسامير العظام. كل هذه الأمراض تعتمد على الغذاء بشكل أساسي. وأيضا هناك بعض أنواع من السرطانات ممكن لا سمح الله يعني الغذاء يكون لها يعني تأثير كبير في الإصابة. إذا لابد من تنشئة أطفال ويكون في عندنا جميعا عادات سليمة للحفاظ على في الغذاء، الحفاظ على الصحة العامة. طبعا إيش غذاء؟ معنى الغذاء هو جميع ما يتناوله الإنسان من سواء من سوائل أو من مواد صلبة. يعني الماء يعتبر غذاء، الماء يعتبر غذاء، المشروبات تعتبر غذاء، كل المشروبات كوكاكولا غيرها تعتبر غذاء. طبعا المواد الصلبة أكيد لما نتكلم احنا عن البطاطا، البتنجان، اللحوم تعتبر كلها غذاء، اسمها غذاء زي ما هي جامدة. إذا طب إيش الغذاء الصحي؟ هل كل الغذاء يعتبر غذاء صحي؟ ما هو صحي لي قد لا يكون صحي لك، ما هو صحي لك قد لا يكون صحي. إذا يجي الفرق إنه لازم على الأقل الطعام اللي يحتوي على الاحتياجات اليومية لجسم الإنسان في مراحل عمره المختلفة. هنشوف إذا الطفل أحيانا ممنوع فيه يأكل من غذاء معين، ونفس الغذاء هذا بيكون على الكبار أن يأخذوا هذا الغذاء، أن يأخذوا هذا الغذاء. إذا يعني ليس كل الغذاء صحي لكل الأفراد. هنا غذاء صحي يعني لكل، مثلا مريض السكري أكيد يجب أن يبتعد عن كل السكريات، لكن الشخص العادي لا، ممكن يأكل سكريات ويكون بالنسبة له هذا غذاء صحي. مريض الضغط يجب أن يبتعد عن أكل الملح مثلا، لكن الملح أيضا له فائدة بالنسبة للشخص الآخر. فإذا الطعام الغذاء الصحي هو الطعام الذي يحتوي على الاحتياجات اليومية لجسم الإنسان في مراحل عمره المختلفة. إذا ما هو نتكلم عن دليل السعرات الحرارية والقيم الغذائية؟ يعني نتكلم عن حجم الكالوريز أو السعر الحرارية. إذا الطاقة، الغذاء عبارة عن طاقة، وكل أهمية هذا الغذاء إنه إحنا بنحوله إلى طاقة. الطاقة هي بتكون مسؤولة عن نشاطات الجسم، وهي بتخلي الجسم يعمل نشاطات اللي بده إياها. إذا الغذاء عبارة عن طاقة، وهي الكمية، والغذاء احنا بناخذه يكون لنا كمية حرارة أو طاقة هي بتوفر لنا النشاطات الممكن يقيم الجسم. بدون هذا الغذاء لا نستطيع أن يعني أن نمارس نشاطاتنا. طبعا
هل كل الغذاء بيحتوي على نفس النوعية من الطاقة؟ أكيد لا، في غذاء هنشوفه يحتوي على طاقة عالية، في غذاء يحتوي على طاقة أقل، لكن هذه الطاقة دائما تقاس بالكالوري أو بالسعر الحراري. إذا هذه الطاقة دائما تقاس بالكالوري أو بالسعر الحراري. إيش يعني السعر الحراري؟ طبعا السعر الحراري أخذناه إحنا في الفيزياء يعني، لكن السعر الحراري في الغذاء بيختلف إلى حد ما، يعني بشيء بسيط، هي كمية السعر الحراري في الغذاء هي كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة 1 كيلو جرام ماء ودرجة حرارة مئوية. إذا من التعريف نفهم إنه الكيلو كالوري، الكالوري في الغذاء يساوي كيلو كالوري في الفيزياء، يعني يساوي 1000 كالو في الفيزياء. إذا كيلو أو السعر الحراري في الغذاء يسمى يعني يساوي 1000 كالوري في الفيزياء، وعشان هيك دائما هنا بنحطه الأول سي الكالوري تكون سي كابيتال لتر. لما تشوف السي هنا كابيتال لتر يعني كالوري، إذا نتكلم هنا عن سعر غذائي، نتكلم عن السعر الغذائي، إذا السعر الغذائي يساوي 1000 سعر حراري في الفيزياء. طبعا الإنسان يحتاج إلى طاقة ويحتاج كمية حرارية عشان يمارس نشاطاته. من وين يجيب هذه الطاقة؟ 50% من الطاقة التي يحتاج الجسم يأخذها من الكربوهيدرات، و35% من الدهون، و15% من البروتينات. هذه الأرقام يجب أن تحفظ، هذه الأرقام يجب أن تحفظ. إذا 50% من الكربوهيدرات، إذا الكربوهيدرات تمثل الأساس في طاقة الإنسان، ومعظم الطاقة اللي بياخذها الإنسان بياخذها من الكربوهيدرات، وأيضا ثم ياخذها من الدهون ثم من البروتينات. إذا لا، إذا الإنسان يحتاج إلى كمية من الطاقة، طبعا تختلف من شخص إلى آخر حسب نشاط هذا الشخص، حسب طوله، حسب وزنه، حسب عمره. طبعا أكيد الأطفال الصغار لينمو في طور النمو أكيد بيحتاجوا إلى طاقة أكثر من الكبار. يعني لهذا يجب أن نوازن بين السعرات الحرارية اللي بناخذها حسب عمر الإنسان، حسب جسمه، حسب حالته. هنشوف الموضوع هذا بالتفصيل. لكن الإنسان بيأخذ طاقة، إذا الغذاء يتحول إلى طاقة، الإنسان بيأخذ طاقة هذا عشان يمارس كل نشاطاته. هنشوف إيش النشاط اللي ممكن يمارس الإنسان، هياخذ كل الطاقة هذا عشان يمارسها. طب الآن إذا بعد إيش يسوي الجسم؟ أيضا بعد ما يأخذ الطاقة يخزن الجسم بعض السعرات الحرارية على هيئة شحوم. إذا كان النشاطات اللي أنا بعملها مساوية إذا كان نشاط كمية الطاقة إذا كان كمية الغذاء اللي أنا باخدها وهي عبارة عن الطاقة اللي أنا باخدها يعني هي كافية لممارسة نشاطاتي، مش حل. لكن إذا كان أكثر من النشاطات اللي بمارسها بيبدأ الجسم يخزن السعرات الحرارية على شكل حاجته، على شكل شحوم أو دهون. وهنا نبدأ نتكلم عن عملية الرجيم. إذا هو إذا لو أنت أخذت يعني غذاء أكثر من حاجتك تبدأ نتكلم عن السمنة، ونتكلم عن مشاكل السمنة. أنت بدك تعمل رجيم أو بدك تعمل عشان تضعف، إذا لازم تاخذ يعني سعرات حرارية أقل من الطاقة اللي مارستها، عشان لازم أنت تمشي كتير وكذا عشان تحرق الطاقة، بحيث إنه السعرات اللي بتاخذها تكون أقل من النشاطات اللي بتعملها. طبعا اذا افرطنا في الاكل تزداد كميه الشحوم، واذا قللنا الاكل يعني ممكن الان نتكلم عن الرجيم، ونتكلم عن انه الانسان ممكن يقلل من وزنه ويقلل من السمنه بتاعته. طيب تكلمنا اذا الميتابوليزم، او نتكلم الان عن الايض. قد اخذنا الطاقه، احنا اخذنا الغذاء، وين حيروح الغذاء؟ وين حيروح الغذاء؟ كيف الغذاء الآن تحول لطاقة؟ كيف تستهلك هذه الطاقة؟ وتكلمنا بأنه الميتابوليزم أو الاستقلاب عبارة عن حرق السعرات الحرارية عشان تتحول إلى طاقة، وتحول إلى السعرات الحرارية تحول إلى طاقة في جسم الإنسان، وتحول إلى
يعني يحافظ على الحياة والحركة والنشاط. إذا كيف تصرف هذه الطاقة؟ قلنا 50% من الطاقة منين تيجي؟ من الكربوهيدرات، 35% من الدهون، 15% من البروتينات. أول فقدان مصروف وصرف لهذه الطاقة أو استهلاك لهذه الطاقة بيجي حسب معدل الأيض الأساسي. إذا إيش معدل الأيض الأساسي؟ هو الطاقة اللي يحتاجها الجسم يوميا لكي يحافظ على نفسه ويعيش للبقاء حيا. يعني أنت يعني حتى لو أنت نايم تماما لازم، لأن هناك في تفاعلات في الجسم نفسه، الجسم لازم حتى لو أنت ما بتعملش أي نشاط، لو ما عملتش أي نشاط لكنك تحتاج إلى جسمك بيعمل تفاعلات كيميائية، بيعمل طاقة، يحتاج إلى طاقة الجسم للبقاء حيا. لو أنت ما تغديتش ممكن الإنسان يتعرض إلى الوفاة وإلى الموت، لو أنت ما أكلتش ممكن تتعرض إلى الوفاة والموت، حتى لو ما عملتش أي نشاط. مش أنا والله أنا ما عندناش حس بانبعاث شتوي، الإنسان ما عندوش حس بانبعاث شتوي، دائما يحتاج إلى غذاء حتى لو ما يعني ما عملش أي نشاط، حتى وهو نايم يصرف هذه الطاقة. وطبعا يسموه معدل الأيض الأساسي عشان الإنسان يعيش حي. طبعا المعدل الأساسي، معدل الأيض الأساسي يعني هو كل التفاعلات الكيميائية في الجسم ما عدا عملية الهضم. يعني ضربات القلب تحتاج إلى طاقة، عملية التنفس تحتاج إلى طاقة، حركة الدم تحتاج إلى طاقة، كل عملية البناء في الجسم تحتاج إلى طاقة ما عدا عملية الهضم. ليش؟ لأنه لها حالة بند آخر. طبعا معدل الأيض الأساسي بيزيد. وين بيزيد؟ بيزيد يعني يختلف من شخص إلى آخر طبعا، لكن بيزيد مع كتلة الجسم أو وزن الجسم من العضل، من كل ما زاد وزن الجسم من العضل والعظم أيضا يحتاج معدل الأيض الأساسي تبعه بيكون كبير. يعني الشخص يعني البدين حتى هو نايم بيصرف أحيانا طاقة أكثر من الشخص، عشان هيك أنت سهل يعني الشخص البدين لما يبدأ ينزل الوزن تبعه يكون أسهل كتير من الشخص يعني المش بدين. الشخص البدين بيفقد بسرعة أسهل. ليش؟ لأنه هو يعني يفقد، يستطيع أن يفقد الشحوم اللي عليه حتى لو كان نايم. إذا هذا المعدل اللي هو الأيض الأساسي هو بيعتمد على وزن الجسم من عضل، من عضل أو بسموه كتلة الجسم أو الهبرة، وزن الجسم من العضل، من العظم، من الماء، وأيضا كمان على مساحة الجسم. عشان هيك هذا السؤال بيجي كثير. ليش؟ لأنه الرجال عندهم هبرة، عندهم عضل، عندهم عظم أكبر من النساء، عشان هيك عندهم معدل أيض أساسي أعلى، وعشان هيك هم أقل تعرضا للسمنة من النساء. النساء أكثر تعرضا للسمنة. ليش؟ لأنه معدل الأيض الأساسي تبعهم أقل من الرجال، عشان هيك من الصعب عليهم يفقدوا الطاقة. الرجال ممكن يفقدوا الطاقة بشكل أسهل. أيضا في عندنا حالة الحمى، بيفقد الجسم عن طريقها طاقة لو كان الطفل عنده حالة حمى، أو أحيانا في فرط بيسموها فرط الغدة الدرقية، أيضا يفرق دائما هذول الفرط اللي عندهم فرط في الغدة الدرقية تلاقيه مضاعف. هنتكلم عن الموضوع بالتفصيل لما أتكلم عن موضوع السمنة. أيضا اللي عندهم قصور في الغدة الدرقية بيكون عندهم نوع من السمنة، وهذا هتكلم عنه كمان في موضوع السمنة. إذا قلنا معدل الأيض الأساسي وكل العمليات اللي تكون في داخل الجسم، هي كل العمليات او الطاقه اللي بتحتاجها كل الجسم عشان يبقى حيا، وهو اذا هو مسؤول عن كل العمليات اللي داخل الجسم ما عدا قلنا ايش عمليه الهضم. ليش؟ لان عمليه الهضم حاجه يسموها تاثير الغذاء الحامي، وهو يشكل 5 الى 10% من صرف الطاقه الكلي. اذا في ايضا الجسم بيحتاج الى طاقه 5 الى 10% بيحرقها في عملية الهضم، وهو بشكل 5%. إذا 5% إلى 10% من الطاقة الجسم بحاجها في عملية الهضم. والنشاط الحركي وهو هذا المهم العامل الثالث. إذا أنا كمان النشاط والحركة بحرق طاقة بشكل كبير، نشاط وحركة الإنسان بحرق طاقة بشكل كبير، وأحيانا نحن نقول 10 أضعاف، يعني ممكن شخص عن شخص يحرق 10 أضعاف شخص. لو أنت نايم تحرقش طاقة كثير، لكن لما تمشي وتتحرك ممكن تحرق 10 أضعاف الكمية. طبعا إيش يعني؟ وهي تمثل كمية كبيرة.
تمثل 30%، عشان هيك جدا مهم جدا ممارسة الرياضة بشكل كبير عشان يحرق الطاقة. ممارسة وهو عبارة عن نشاط حركي، المقصود فيه ممارسة يعني زي ممارسة الرياضة أو العمل نفسه بكون كده. عشان هيك الناس مثلا اللاعبين او الناس بتحرك بشكل دائم، او بعض الناس بعض العمال، هذول دائما تلاقيهم ضعاف. ليش؟ لانه دائما عندهم نوع من النشاط والحركه، ودائما بيصرفوا الطاقه اللي تجيهم في النشاط والحركه، اذا الجسم لا يحتاج الى تخزين الدهون. العامل الرابع وهو على درجه حراره البيئه. العامل الرابع هي درجه حراره البيئه، يعني دائما عندما تنخفض درجه الحراره الجسم بيضطر انه يصرف طاقه للحفاظ على درجه حراره. يعني احنا مثلا درجه حرارتنا 37 درجه مئويه تقريبا، فدائما احنا الانسان دائما في الشتاء مثلا الجسم بده يصرف طاقه عشان يحافظ على ال 37 درجه مئويه دول. اذا عشان هيك احيانا بيقولوا الناس، في بعض الناس بيقولوا انه الرجيم في الشتاء الرجيم في الشتاء اسهل من الرجيم في الصيف. وزي ما انتم شايفين انتم تقريبا المخطط لأمامكم هذا، مثلا الأصفر هو عبارة عن معدل الأيض الأساسي تقريبا 60%، الأخضر هذا عبارة عن اللي هو سميناه احنا الطاقة اللي تفرز تأثير الغذاء الحراري، طبعا اللي هو 8% اللي هو الطاقة اللي تفرز في عملية الهضم، وبعدين اللون الزهري هذا تقريبا زهري أتوقع اسمه زهري، طبعا في تقريبا 30 إلى 30% يمارس في ممارسة النشاط والحركة. فطبعا زي ما شايفين هنا أهم حاجة عندنا، يعني أنت الجسم بيفقد 60% من طاقته أو الطاقة اللي بتنحرق وهو نايم. 60% من الطاقة، يعني حتى وأنت ما عملتش ولا إشي، ما عملتش ولا إشي، تستهلك 60% من الطاقة. ليش؟ هذا يسموه معدل الأيض الأساسي. شايفين انتوا هنا، هذا مهم جدا، الجدول، الجدول هذا اكيد حفظ مهم جدا. لازم ايش معنى الجدول هذا؟ معناته انه كل واحد جرام من الدهون عند حرقه بيعطيني 9 سعرات حرارية، وكل واحد جرام من البروتين بيعطيني 4 سعرات حرارية، وكل واحد جرام من الكربوهيدرات بعطينا ايضا 4 سعرات حراريه. هذا مهم عشان تعرف انه الواحد جرام من الدهون يمثل يعني اكثر من ضعف البروتينات. عشان هيك دائما الانسان يجب ان يقلل من اكل الدهون، يجب ان يقلل من اكل الدهون، وخصوصا هو يحتاج في غذائه او يحتاج فقط الى 35% من طاقته لازم فقط ياخذها من الدهون. لما تشوف انه الدهون الواحد جرام بعطينا 9، اذا لازم ياخذ يعني يتناول كميات من الدهون أقل ما يمكن. وهذا اللي كان في الهرم الغذائي، إذا كان تتذكروا الهرم الغذائي. إذا في البروتين أيضا، كل واحد جرام من البروتين بيعطيني 4 سعرات حرارية، كل واحد جرام من الكربوهيدرات بيعطيني 4 سعرات. طيب الجدول اللي شايفينه هذا الجدول الآخر ببين احتياج الجسم. هل أنا بحتاج طاقة أو بحتاج غذاء، بحتاج طاقة أو غذاء، ما هي الغذاء يتحول إلى طاقة زي الطفل؟ أكيد لا، دائما الطفل اكيد اقل، يعني يحتاج الى 650 سعره حراريه فقط في اليوم. اذا الرضيع يحتاج 650 سعره حراريه في اليوم. كل ما يكبر هذا الرضيع يحتاج الى طاقه اكبر. لما يصير من الطفل من عمره من 4 إلى 6 سنوات يحتاج الى 1800 سعره حراريه. هنا نشوف كمان بعد هيك انه الاطفال من 7 سنين إلى 10 سنين اللي في الابتدائي يحتاج إلى طاقة كبيرة، وهو أكبر معدل للطاقة وهو 3000 كالوري في اليوم. يحتاج إلى 3000 كالوري في اليوم، وهذا اللي بتشوفوه أنتم أول حاجة، لأنه في طور النمو، وأيضا في حركة، في فترة الحركة دائما بيجي مع الأطفال في الشوارع، وأحيانا بيجي هنا ودائما حركته كبيرة، فإذا يحتاج إلى 3000 سعر حراري. بياكل 10 وجبات في اليوم، سندوتشان سندوتشان، ويدوب يعني مش مبين عليه انه اي نوع من السمنه. ليش؟ لانه بيحتاج الى طاقه كبيره لعمليه النمو وايضا عمليات الحركه. بهدى شوي بعد ما يصير في الاعدادي، بهدى شوي بصير بده يحتاج الى 2500 كالوري. طبعا هنتكلم عن الذكور. ايضا لما بيكبر شويه
بيحتمل لما يكون في سن المراهقة، بيدخل في سن المراهقة من 15 18 سنة، يحتاج إلى 3000 كالوري، يحتاج إلى 3000 كالوري في اليوم. يعني الإنسان يحتاج إلى 3000 كالوري في اللي كان للذكور من 15 إلى 18. إذا كل ما يكبر بعد هيك حتقل الطاقة التي يحتاجها. فطبعا بيحتاج الذكور من 19 ل 24 سنة 2900، وأيضا من 25 ل 50 سنة 2900. إذا بعد هيك أيضا بيحتاج أقل، بعد هيك يحتاج أقل، يعني كبار في السن اللي فوق ال50 يحتاجوا فقط إلى 2300 كالوري. إذا هنا نفهم أن الكبار في السن يحتاجوا طاقة أقل من الأطفال اللي في الابتدائي أو اللي في الإعدادي أو حتى في سن المراهقة. ليش؟ لأنه خلاص هو لا يحتاج جسمه إلى النمو، حركته بتصير أقل، فقط يحتاج إلى 2300 كيلو. عشان هيك بيقولوا أحيانا هم في رقم عنا إنه تقريبا الإنسان العادي اللي وزنه 70 كيلو يحتاج إلى 2300، يعني 2000 من 2300 ل 2500 كالوري. الانسان العادي بيحتاج من 2300 الى 2500 كالوري. النساء، نرجع على الاناث، الناس بشكل عام بيحتاجن الى طاقه اقل. محتاج ليش بيحتاجن الى طاقه اقل؟ لانه هو الهبه عندنا اقل، لانه معدل ايضا اساسي اقل، الهبه لانه ما عندناش العضل عندهم اقل، العظام عندهم اقل، فطبعا حتى نشاطهم بيكون اقل، فبيحتاجوا الى طاقه اقل من الذكور. فطبعا الاناث محتاج 14 سنه بيحتاج الى 2200 سعر حراري، الاناث من 15 18 سنه بيحتاج 2200، يعني دائما تقريبا هو نفس الشيء، ثم يقل هذا لما يزيدوا فوق ال 50. لكن في عندنا هنا اضافه ثانيه انه الحوامل والمرضعات، الحوامل والمرضعات في الست شهور الاولى بيحتاجوا زيادة، نتكلم عن زيادة 300 كالوري. يعني هو مش فقط 300 كالوري، لا، يحتاج زيادة عن وضعهم. مثلا زي ما تكلمنا هنا الإناث يحتاج من 2000، يعني يحتاجوا إلى ما تكلمنا هنا الإناث من 19 ل 24 سنة يحتاجوا 2200، إذا كانت هذه المرأة حامل في الست شهور الأولى إذا تحتاج إلى 2500 كالوري. لو كانت حامل في أو موضة في الست شهور الثانية تحتاج إلى 2700 كالوري. يعني هذا اللي اذا خطا نقول والله انه المراه الحامل يجب ان تاكل عن شخصين، لا مش عن شخصين، يعني فقط زياده 300 كالوري في الست شهور الاولى او 500 كالوري في الشهور الثانيه يعني. لكن هنا في الحوامل يجب ان نركز على النوعيه، النوع وليس الكم، النوع ايش تاكل بالضبط هو هذا المهم في الموضوع، مش انه قديش تاكل. طبعا احنا عملنا الجدول هذا، طبعا هذا الجدول بشكل اساسي كويس ومهم، لكن اكيد بيختلف من شخص الى اخر. لو كان هذا الشخص عنده نشاط اكثر، لو كان هذا الشخص بيمارس رياضه اكثر، اكيد بيحتاج الى طاقه اكثر، او انه هو طبيعه عمله مختلفه، اكيد الشخص اللي قاعد على المكتب بيحتاج الى طاقه يعني اقل من الشخص الرياضي، او اقل من الشخص اللي بيشتغل في البطون او في الاعمال التي تحتاج الى يعني تنتفض الطاقه بشكل كبير. طيب لقيت انسان اخذ سعرات حراريه، وقلنا قديش بيحتاج من السعرات الحراريه، والان طب كيف يفقد هذه السعرات الحراريه؟ اثناء النوم الانسان بيفقدها طاقة، كيف يفقد الطاقة؟ قلنا معدل أيضا أساسي، وقلنا تكلمنا عنه، هي كل العمليات الكيميائية في داخل الجسم تحتاج إلى طاقة. فإذا في أثناء النوم الإنسان بيصرف 65 كالوري في الساعة. يعني لو حسبت أنت هتلاقي تقريبا 1600 كالوري في اليوم تقريبا الإنسان يفقدها فقط وهو نائم في اليوم. يعني لو ما عملش أي نشاط، أيضا سيفقد كمية كبيرة من الطاقة، وقلنا تقريبا هي عبارة عن 60% من الطاقة المستنفذة. طبعا مشاهد التلفزيون 80 كيلو في الساعة، يعني ولا شيء، ما يفقدش كثير.
بالعكس هو بياكل احيانا، حياكل وهو قاعد على التلفزيون، حياكل فشه، حياكل يعني مكسرات، حياكل كيكه، حياكل اي حاجه، حي يعني مش حيستفيد كثير. الاكل والقراءه او الكتابه 90 كالوري، سياقه السياره 100 كالوري، يعني كلها. التسوق ممكن شخص اللي او اللي بيتسوق من محل الى محل وبيمشي بروح ممكن يفقد 100 و 165 كالوري في الساعه، نتكلم عن الساعه. في السباحة، السباحة رياضة تحتاج إلى يعني مجهود كبير، فهنا بدنا نتكلم عن 300 كالوري في الساعة. يعني الإنسان إذا كان سبح في اليوم ساعة أو ساعتين، ساعتين بيفقد 600 كالوري. فطبعا عشان هيك الناس تمارس السباحة، هي أيضا رياضة مهمة جدا لي يعني تخفيف الوزن. أيضا المشي لو كان سرعته فقط، يعني لو بيقطع الميل في 25 دقيقة يعني سرعته بطيئة، بيفقد 255 كالوري في الساعة. لكن لو كان أسرع، وهذا مهم جدا، الناس بتعمل رجيم بتقلل من وزنها، يجب أن تمشي بسرعة كبيرة، أن تقطع الميل مثلا في ربع ساعة. لو هي قطعت الميل في ربع ساعة، هنا بتكون فقدت فعلا 345 كالوري. فطبعا المشي يجب أن يكون المشي سريع عشان تفقد وزن. وهنا بنتكلم عن اذا كان قطعت الميل، ميل تقريبا كيلو 600 متر، يعني كيلو اكثر كيلو ونص، فيعني في المشي قطع الميل في 25 دقيقه بيكون هو عباره عن 255 كالوري. لا كان اسرع من هيك، كان قطع الميل في ربع ساعه، فطبعا في 365 كيلو. رياضه الدراجه مهمه جدا، لو كان قطع ايضا. رياضه الدراجه تعتمد على السرعه، تعتمد على السرعه، كل ما كان في سرعة أكبر كل ما كان هو يعني يحرق طاقة أكبر. فالذين يعني فاللي بيقطع الميل في 6 دقائق سريع يعني تقريبا 400 كيلو، هذا يعني رقم ممتاز جدا لإنقاص الوزن. الأيروبيك اللي هو السويدي بسموه التمارين السويدي أو التمارين في الهواء الطلق، بيحرق طاقة كبيرة. في كرة السلة، بيمارس كرة السلة، بيمارس أيضا 750 كيلو في الساعة. الجري، وهذا مهم، الجري مش المشي، الجري. كل ما كان الإنسان أسرع في الجري، كل ما كان ممكن يحرق طاقة أكبر، ممكن يحرق 800 كالوري في الساعة، 800 كالوري في الساعة. في بعض الأرقام إلى حد ما لما أنت يعني تذهب إلى الغذاء أو تعمل في الغذاء، يعني دائما تحتاجها. ايش معنى الاونصه؟ الاونصه من مواد صلبه 28 جرام منها. عشان كده بنقول اونصه الذهب، اللي بيشتري الذهب وبيقول لك اونصه، اونصه معناتها 28 جرام. ما زمان كانوا يعني يعتمدوا القضيه دي. النص اونصه طبعا 14 جرام. الاونصه من السوائل 28 مللتر. الكوب، بنتكلم عن كوب عباره عن 240 مللتر، يعني تقريبا ربع لتر، تقريبا ربع لتر. الكوب الواحد تقريبا يكون ربع لتر وهو 8 أونصة. الملعقة كبيرة من السوائل 15 ملي، الملعقة الكبيرة بتاعتنا، ملعقة الشاي عبارة عن 5 ملي لتر، يعني الملعقة الكبيرة المفروض تكون بزي 3 ملاعق من سكر. الكوب الواحد هو عبارة عن 16 معلقة كبيرة. الواحد جرام يمثل حاجة بنسميها يعني 2.2 رطل او الباوند. يعني الباوند او رطل، الرطل تبعنا بتختلف عن الرطل الانجليزي. الرطل تبعنا يساوي 3 كيلو جرام، لكن لما اتكلم عن الرطل الانجليزي فهنا نتكلم احنا عن اللي هو يعني اقل من 450، تقريبا 450 جرام. اي ان الكيلو اللي تبعنا يساوي 2.2 باوند، اي ان الباوند او الرطل فقط اقل من نص كيلو، يعني 450 جرام. الرطل، نتكلم عن الرطل، وخصوصا كلمه رطل هي هنا مقصود فيها الرطل الانجليزي او الباوند، هو يساوي فقط يعني 450 جرام تقريبا. فاذا الكيلو جرام اكثر من الرطل، كيلو جرام اكبر من الرطل. بدنا نتكلم عن الرطل الانجليزي، لان الرطل تبعنا هنا لا، الرطل تبعنا 3 كيلو، لكن الرطل الحقيقي نتكلم عن الرطل في الاعلان كذا بيكون هو عباره عن الباوند، وهو الرطل الانجليزي. اذا الكيلو الواحد يساوي 2.2 رطل. خلينا هنا ننهي المحاضره هذه، وان شاء الله
يعني نكمل في المحاضرة القادمة.